كوتش، اول شيء مبروك. في تغييرات كثير كبيره بالحكمه، شو بدك تخبرنا عن الوضع وخصوصا اليوم ربحتوا الجيم 3؟ اول شيء كريدت كثير كبير للبنانيه، كريدت كثير كبير لدازمان. فريق الهومنتمن فريق بيقاتل بشكل رائع، جهاز الفني كوتش جو محضر علينا بشكل كثير كبير، مجبورين نعمل ادجستمنت تنقدر نخفف الريباوندينج الهائل اللي عم بياخذوه علينا، وهذا الشيء اللي قدرنا نحاوره اليوم. يعني حورنا الفريق لاكثر دفاعي ونجرب نستفيد من عامل الارض والجمهور حتى نقدر نربح. وبعتقد الادفانتج اللي حيكون عندنا اياه هو انه بكره الماتش، يعني ما في اقل من 24 ساعه الماتش بده يكون عم نلعبه، نجرب نستفيد كمان من الخبره وعامل التعب حتى، لانه الهومنتمن بملعبه فريق كثير قوي، بدنا ننتبه على هالشيء ونجرب ناخذ الربح بكره. من هونيك ورايح بيكون عندنا على القليل 5 أيام 6 أيام نرجع نتمرن ونرجع نصير جاهزين. رغم كل الاحترام لفريق الهومنتمن، يعني بكره عارفين نحن قديش رح يكون الماتش كثير مهم، وعارفين قديش فريق الهومنتمن بمزهر فريق شرس جدا، وما فيك يعني من الصعب تطلع بربح، بس في احترام كثير كبير ونجرب نحط ايقاع نحن منحبه. هلا صحيح اليوم جبنا اجنبي جديد ما تاقلم بسرعه، رح نجرب نعمل كمان تغييرات لحتى تكون لمصلحه فريقنا. في اجنبي جديد بكره كمان؟ مبدئيا هلا الباسكتبول اوبريشن بتشوف شو الاحسن للفريق وناخذ القرار اللي لازم ناخده. وبالنسبه للاعب ويلي وارن، شو فيك تخبرنا اكثر عنه؟ وعلى هو من اهم الصفقات اللي اجت على لبنان. ويلي وارن هو للسيرين الارات، بس نخلص للسيرين مع اليو بي اي. وبكره الفانز عم بيقولوا من الساعه 2 رح يكون فول هاوس مزهير، شو بتخبرنا عن جيم 4 وكلمه اخيره؟ هيدا احترام للجمهور تبع نادي الهومنتمن اللي هو جمهور اجريسيف كثير وراقي كثير، يعني ما بحياتهم بيغلطوا بالحكي مع حدا، بحمسوا بشكل كثير حلو. وما بدنا ننسى انه هلا كمان مسابقه الذكرى ال 100 سنه على الاباده اللي صارت للارمن، وهذا الشيء بنحترمه كثير، وخصوصا انه انا عندي دم ارمني بعائلتي، يعني ستي ارمنيه، وهي القضيه هي قضيه حق، ونحن كنادي حكمه وانا عندي دكران وكوكو وهايك ارمن بالفريق، هاي القضيه قضيه حق ونحن بنساندها للماكسيموم. اوكي، مرسي كثير كوتش.